كي كان سلطان بوعلا متسع على فراش الموت وحسب الأجل نتاعو الحق، أمر يجيبوا له السيف السلطان باش يعين اللي يخلف مولاده الأمير كمال والأمير عاشور كما تفرض العادة. مات السلطان، يعيش السلطان. بعد وفاة السلطان بوعلا متسع، الوزير قنديل قام بتتويج الأمير عاشور. وهكذا الأمير ما عجبوش الحال، الأمير كمال اللي كان هو المؤهل للخلافة. ومن هذاك النهار الأمير كمال هاجر المملكة وما زدناش شفناه. فاتوا عوام وسنين وبقى السلطان عاشور العاشر هو الحاكم على المملكة اللي اخذت اسمه المملكة العاشورية، وهذه هي حكايتها. مولاي يا حم يمك، كنت تزيد لنا شويه في البيجي باش يقوى الجيش تاعنا. ملي نشفى لك تشكي دائما على البيجي. مولاي السلاح كاع عرشه، السيوفات صدا والعواد شيانو، على بالي بلي رانا مزلوطين، بصح لو كان ما تعاونوناش الحرب الجايه ما كاش واحد يجي يقول لي على خسرناه. ربحت خطره في حياتك دائما تجبدها. مولاي شفت كيفاش راه يهضر معايا؟ انا الجنرال فارس خال ولدك الامير لقمان ونسيبك خمرتك. واش بيك فارس؟ راك حاب تجبد لي لافيش فاميليال هنايا ولا؟ ها شويه قدر يا سي. ديجا ما عندي ما نقول لك. خلي حتى من بعد نقول لك ومن بعد نخمم. تعجبني كي تخمم يا مولاي. مولاي جبت لك ديسير فلون تاع الشيكولا كي العاده. وهذه فريشكه هذه. خير عليك مولاي. راك تشوف كيش راهي تترعد؟ شوف مولاي. هذه يدك اللي راهي تترعد ماشي الفلون. حط تشوف الا تترعد وحدها. تفضل مولاي. ها هاي حبست. راح راح تشوف النور يا راح. صحة مولاي. تاكل الفلون؟ هاودي واش من فلون؟ إما لله وليت. يا أخي هضرت معك قلت لك حتى نقول لكم بعد أخمم. هاي يا سيدي. لهلا كليت كاع. واش بيك؟ حقرونا حقرونا. شكون حقر؟ الأمير لقمان ولد أختي. فارس دخل دخل السيف دخل. لا تجبد السيف ما كاين والو تدابز مع الريح. حقرونا الحراس تاع الملك دحمانوس. واش جاب العسكر تاع الملك دحمانوس ليكم؟ احنا ما رحناش ليهم وما جاو عندنا. ما عندك مولاي نقول لك كامل واش صرا. احنا كنا نلعبو قدام مملكة تاع عمو دحمانوس. لقمان قالنا نروحو نسرقو التينا. ما عندك بابا انا ما قلتلهمش نروحو نسرقو التينا، قلت لهم برك نروحو ندو. ايه ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف. ونزيد لك عمو مولاي طلع فوق الشجره ما حبش يحبط.
بابا كنت حبيتي الحبه الكبيره فيهم. مولاي لقمان غاول غاول دوك يجوا العسكر تاع الملك تحمانيس. صبري ندي الحبه الكبيره فيهم. اوف شحال خوافه. انجاو بابا هربان. خليتوني عادي على هكا. احمد سمعوا لي باش انا طلعت في الشجره وديتها. كي لقمان سمينهم دحتح لحقوهم عطاهم كف. على انت كنت معاهم انت مولاي؟ خي انت اللي قلت لي تبعوا وين يروح. نسيت كاع. وعلى يا لقمان وليدي وعلى بك فاش المشاكل اللي عندنا مع دحمانيز تروح درت لنا ديكا معها على جال التشينا هذه. على ما عجبتك التشينا اللي راهي عندنا احنا هنايا. بابا التشينا ديالهم حلوه وصون بيبا ماشي كيما ديالنا قرصه. وريتش سقيه مليحه باينه صون بيبا. بابا وديجا تخليهم يضربوني وما دير والو. على واش حبيتني ندير؟ بابا لازم تخلف الدار. لي ما يخلفش الدار بابا مار. قلبك بارد ها؟ جيت ترقد كلين بس راه والو. على واش كاين ثاني واش صرا؟ كيفاش واش صرا؟ يدنا ولدك وما دير والو. يا ودي ما دنا وليه ما والو غير انت راك تكسري في راسك. الطفل راح ليهم للهيه سرق حبه تشينا قبضوه خذ العصا وهذا ما كان. هذا ما كان. هذه جاتك قليله. يضربوا ولدك الامين اللي رايح يخلفك. وشكون يعرف؟ اليوم ضربوه هو غدوه يضربوك انت. واش غادي يقولوا علينا الناس؟ عنده ولد واحد ما قدرش ما با يديفوندي عليه. ما قدكش واش دار فينا دحمانوس؟ كل خطره تلقى السبب باش تهرب. يا ودي ما تهربت ما والو واش بيك؟ كيف نتهرب هذا؟ على بالك لو كان وليدي يضربوه هنا عندنا نوري لك انا عشر العشر واش يدير. ولا رقلب سافي على عافيه وليدي ولي الرسانه يطيروا في السماء الدم يولي للرقبه. انا نقول لك كون ضربوه عندنا هنا صح هذه راهي عندهم راه الابليس عندهم. حنا تسمى حنا رانا ظالمين. الطفل الاولي راح سرق واش بيك؟ الابليس. تراك تبكي. اجدك يا مولاي. واش بيهم؟ راهم يلاحوك الياسمين. اي بصحتك. الله يسلمك. شوف الرجلين اللي صاحوا لها وما حمدتش ربي. حبتني نروح نرمي روحي على راسي انايا مع دحمانيس ندير حرب على جال حبه تشي ناكلها لقمان. انا خويا راه واجد من غدوه يروح يصدم عليهم. هو اوموا كله قلبه على ولد اختو ونحط يديا في النار غير عرفوا بلي هو الامير. هيا تا نوض نوض خلاص صافي يلا برسي. اقرب تفاصيلي رجليا. تكيس ولد. اسمح لي يا مولاي. راحت رجليك هي راحتي. تصبح بخير مولاي. تما تيا تجيك الهضرة غير كي يكونوا الناس هنا. شوف عاشور يا ترجع شرف العائلة وتخلف واش داروا في ولدنا يا نرفد ولدي ونمشي عند يما. تروحي عند يماك اللي راهي عايشة هنا عندي قبة وهي تاكل قبة. يماك هي جات عمرها طويلة. بصح انتوما دوك علاش راكم تعيطوا؟ بنتك ما خليتوهاش ترقد. يما بيناتنا خلينا. لا لا ماكش على بيناتنا على رانا كاع فاميليا واحدة. هاي حبتني نروح ندير حرب مع دحمانوس والجيوش تاعو على جال حبه شي ناس رقها لقمان. لا لا يا وليدي عندك الحق. هاشتي ها شوفي يما كيف. بصح انت لازم تصدم عليهم. ايه نصدم دوك نصدم. انا دوك نروح نشوف وين نرقد على روحي. نصدم يعني هاتيني هاتيني صبحوا بخير. مولاي 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 شارك دير هنا مولاي كاش ما تحتاج؟ شارك دير هنا تتسلي واش راني ندير هنا؟ ندور وين نحب راني في القصر تاعي. نقعد وين نحب نرقد وين نحب ونرقد هنا انت دوك تتسلي. هلا مولاي مع المشاكل اللي صراولك مع الملكه تكون عيان شويه مولاي. المشاكل اللي صراولي مع الملكه؟ انت وين على بالك انت شكون اللي قال لك؟ كيفاش شكون اللي قال لي هذه؟
القصر كامل على بالو، وقالوا سمعوا العياط الخبيط الطباصه يتقلقبوا البيبان يتكلموا شنقول لك الكلاب يتنابحوا الصفاعي أحلف على رقبتي مولاي. ها هذه رقبتك هذا كتفك هذا راح راح يا نوري راح مولاي اسمح لي انا نعرف بلاصه تقدر تريح فيها خير وترقد اليز مولاي. اتفضل مولاي. مرحبا. يا سيدي راك صايب بيت انوار في القصر تاعي وانا الاخبر مليح. ها مولاي انا كي ندوس مع النوريه هذه هي بلاصتي نقولها لك. بس على حساب واش راني نشوف يا النوري وقال راك تدوس معها كل يوم. ظهري راه يتكسر. مولاي صباح الخير، خاصني نهضر معاك في موضوع ايرجون. تبع اسمح لك معاك لا خير لا والو. على بالك ولا ما على بالكش؟ وإلا راك تمعني لي على البيجي خليني حتى نخمم. ما كان حتى واحد هضر على البيجي يا مولاي، سكان المملكة راهم سمعوا بواش صرا. ما دخلت لهمش في راسهم كيفاش هادي جنود الملك دحمانوس يتعداوا على ولي العهد الأمير لقمان. أنا في رأيك نعنوا الحرب ونخلفوا الطار. واش من الحرب؟ حبيت ترمينا لهلك؟ هذا كلش باش يزيد لك في البيجي مولاي. لو كان تبعوا سكان المملكة راهي ما تخرجش علينا بخير. ولو كان ديروا الحرب على دحمانوس بجيش تاعنا مش كيتش نروحوا لبعيد. وزيد ملك دحمانوس راه مسلكنا اقتصاديا، رانا نستوردوا من عنده كل شيء. ماناش حابسين نرمي روحنا لهلاك على زوج دراري خداو كف. مولاي دار دار. وهذه كيفاش رايحه مني تاعو تاع صح ولا؟ رزان هذا وين فهمت؟ لو كان جيت في بلاصه وليدك لقمان باباك عاشور يشعل النار على جالك انت سلطان. لا 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 هاي العافيه. ما تقلقش ما تقلقش يا مولاي، تزعف شي امات ومن بعد ترجع. او جاء عاشور. الله اكبر. عاشور عاشور. راني فهمتكم بالبزاف. ايه بصح حقرونا حقرونا. على بالي على بالي باللي حقرونا، بصح احنا على كل حال عندنا حلول واحدة اخرى من غير الحرب. لازم نخفوا الدار. راك مليح يا مولاي كمل هكذا. دحمانيس راهو حاسب اللي يقدر ينرفينا بفيه بسهولة، راهو غلط. ما يقدر يحركنا حتى شعره من راسنا. بس حقرونا 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 حقرونا. على بالي بلي حقرونا وراني حس لي على تعب قلبي وفي مكتوبي مانيش نحس. على بالي بس ماشي على جال حبه شينا نديرو حب. حقرونا صح حقرونا حقرونا. هاتوا شاونا ولادنا خلطوا لنا في الكبدة تاعنا. شد روحك ما تبعهمش. كيف حبيت تشد روحك يا وزير؟ انا على بالك راهم ديجا سخنوني عباك فراني من داخلي نغلي من داخلي. يرحم بابا قولي بيبلي كيما هذا ما يستاهلش نديروا على جاله حرب. شوف يا مولاي اصبر اصبر يا مولاي. واش نصبر يا وزير واش نصبر؟ خلينا نقراو الديسكور يرحم بابك. يا سكان المملكة، أنا عاشور العاشر سلطان المملكة العاشورية نعلن حرب على دحمانيس. يا دحمانيس دحمانيس حقرونا حقرونا هذوك حقرونا 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 هذوك بقى غير حقرونا. وين يا كان يقول الحرب كاش ما كاين حاجة أكثر من الحرب. الله أكبر عاشور العاشر. الله حرب تدخل في التاريخ يشفع عليها كبير وصغير. وكما قال الشاعر كانت باينة تكمل كما عاد. يا 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 ي
علينا هذيك ملكي واك سيفيني تحماني سلامي أولا وقبل كل شيء بغيت نقول لك نستعرف بيك. أنا تبالي نطلعوهم للجبل نحاصروهم ونعطوهم طريحة. يا حسرة يا فارس يا فارس، ما زلت تخمم غير في الطلعة على الجبل هذي؟ يا ودي نعلى بليس، ما نظهرش أنت ما تنظهرش ولا يا أخي؟ خذينا طريحة ولا نسيت أصلا نشوفوا قبلهم أش حرهم من بعد سهل. مولاي سامحني. لا سأل ما نسامحش، أنا راني مشغول راني مشغول، راني رينيو درك انايا ما نخرجش حتى نكمل لا رينيو، رانا نوجدوا للحرب. لا لا مولاتي راه هنا. رزان نعم. سامحوني يا رزان، وليتي شوشو. ماشي وقت شوشو دوك، على بالك راني نحضر للحرب، خلينا لا كونسونطراسيون. كان على بالي بلي ما كنتش غادي تسمح فيه. سي نورمال، ماما انا كنت حاب ندير لك سيربريز. غيرتي مش عارف كيفاش شلفتي وخدتي الفاليزات ورحتي مش عارف، كنت على بالي بلي تولي. شكرا فرحان بك. انا ثاني راني فرحان بوليدي. شتي بتشوف كيف نحب ديك الضحكه سيرتو بهذيك الحبه تاع تشينا المحانه. بابا صح ان لو كنت موت انا نولي نحكم ونولي مالك. حسيت بها؟ وشكون اللي قال لك هذه الفكره؟ قالت لي ماني. أيام بعد أيام ريبرونيو جنرال فارس. قلت لك أنا راني واجد للحرب، قادر ندير كيضا، بصح خاصنا مصاريف راك تعرف باش نشرو الآخر. واش نشرو الآخر؟ على حساب المعلومات اللي عندي يا مولاي، الجيش نتاع الملك الدحمانيس متكون ب 7000 جندي، منهم 2000 رومات، 2000 مشاة، 3000 جندي راكبين على حصان، الاسلحه من كل نوع، سيوف تلمع المياه، وزاد رابحين 50 حرب وراهم اول في الكلاسمون. 7000 يا وختي بزاف. وحنا شحال رانا؟ حنا رانا 1500 جندي، منهم 300 بليسي راهم كونجي مالادي، 80 راحوا لا روتريت، ونص الجنود ما عندهم سلاح، واللي عنده سلاح مصدد. ما يخلعوكش كاع. سما 7000 تقسمها على 1500 تعطيك 4.6 جندي. ها سما كل جندي من تاعنا يقابله 4.6 تاعهم. حساب هاي ورقه. ها ورقه. اي بصح هذه في لا تيوري تبان سهله، بصح لا براتيك بان لي واعره. يا العالم تاعنا شوف كيف تسلكنا من هذا المحنه اللي رانا فيها، فيدنا بكاش فكره. 4.6 مولاي، انا راني درت ابحاث في السلاح. اه وراني اخترعت سلاح جديد نحاربوهم بالحجر. شبه هذه مولاي برهان؟ والله نقول لك يعني قادرك، بصح منين ذاك يعني ما بالحجر. الناس راهي غير تافونسي تافونسي، وحنا درك نتاكيوهم بالحجر. اصبر دوك نفهمك. شوف هاي الآلة نتاعي الجديدة، نحط فيها الحجرة هنايا هكذا، نسقمو نجبد هذا اللاستيك هذايا، ومن بعد نبدا نجبد 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 نجبد. مالكش تلعب برهان؟ راك كبير صاحبي. على العين عطيتو هنا على بالك. تسمى كيف هذوك راح نتاكيو الجيش تاع دحمانيس بالحجر؟ أنا نقولك الصح، إذا استعملنا هذا الآلة راح نتفوتاه وراح للهلاك. مولاي الهضرة خرجت والناس قاعدة راحت قاعدة برا، هاي ما تحشمناش يا سيدي. إيه صح، يتسمى بالخسارة نطاكيو. واش نقولكم على كل حال، رفعت الجلسة بور جوردوي. مولاي مولاي وزير ما تروحش نسحقك، راهي تلفت لي على بالك، وذوكا ما كان حتى فكره كيف نديرو. يا مولاي ما عندنا حتى فرصه مع دحمانيس. انا دحمانيس مانيش عارف على حبي يدير لنا حرب يا اخي، ما درنا له والو كش ما درت له انا. انت اللي حبي تدير الحرب مولاي. صح صح انا. ايه بون زلقت لي خرجت الكلمه، بصح ماشي من قلبي في الحقيقه، قلتها برك هكذاك. وهو ذوكا ما كانش كيف يساعدنا شويه؟ ما نظنش يا مولاي. ما فيهاش. ها قول لي الوزير،
كش مرة كاينة فكرة في راسي فيدنا بها. جستومون كنت راح نقولها لك. مولاتي باجي هاك هاد المرية شاك تدير؟ كاتتي هادي مولاتي ما تتهلكش ليك، أنا بايتك اليوم تلحقها. دوك نشوف الحمامة اللي فيها الريزون نبعثها لك وتلحق سور. تتبالك حمامة ترفض هاد البرية؟ شوف تلحقها بيدك باش هاكا نكون سور بلي توصل. حاضر مولاتي. هذه هي الفكرة اللي كنت نخمم فيها. تعجبني كي تخمم يا مولاي. الله يسلمك. والجنرال كيفاش نديرو له؟ هذاك عليا يا مولاي. عمي برهان شحال ندير من وحده؟ دير واحد 100 ولا 150. وزير غير الخير. شوف برهان جيت نشوفك، عندي العود تاعي راه شويه كونستيبي، ما عندكش كاش حاجه تسهل له؟ فهمتك فهمتك. شوف وقيلا عندي حاجة اللي تهمك. شوف وزير هذا راني غير كيما خدمته، شوية منه تجري لك كرش نتاع 40 عود. هادي تكفيني. عشر 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 علي علي علي. عشر 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 عشر. وزير قول لي كيفاش درت باش لك يديت النار جنرال فارس؟ كانت كرشو شوية يابسة، عطيتو شوية دواء باش نسهل عليه الأمور. ترافقك السلامة مولاي. أمين أمين. علي علي علي. عشر عشر عشر. التشينة نسرقوها والحرب هنديروها. وين راهم راحوا؟ عن بالك يستناو فيك، بهدلتني. الناس قاع راح تحارب وانت قاعد داخل وخارج من الخوف لهذيك الجهه. على بالي اختي، شوف كاش ما كليت حاجه جرات لي كرشي. شوفي اختي غادي نفرجك فيهم، غادي ما تأمنيش عقلك كي غادي ندير لهم. واش من الجنة؟ واش من الجنة؟ أنا كيش الخضورية هذه يا بنتي، قلت أني في الجنة ولا بالك في ليزونفيرو ولا؟ أي راهو هنا النوري ما فيهاش. وعلاش تخلع فيا هكذا بابا؟ علاش؟ عن بالي مت. سمحي لي يا بنتي سمحي. أيا نوضو نوضو اتقعدوا. نوضو نوضو. أو فوست أليرت، هذه بنتي عبلة برك، هذا ما كان صاحبي متو تاع الصح ولا؟ هذي كاراسان دارت لي لا بريسيون يا بنتي. انت تميزي دوك بهذا الجيش هذا راح نربح انا دحمانوس. مولاي هكذا مليحه؟ عبالك الباجيب من داك راسي تحبس ولد هكذا لو كان راك ديجا مت. يعني نهضر معاك ميت واش عمالك رانا نلعبوا هنا ولا كيفاه؟ انت ثاني يا ابن عمي خلعتينا وانت جايه بالعود. او انا كنت حاسب الجنرال فارس، على بالك هذاك يديها سخونه لرازان، على ديك اللي لعبناها ميتين. لعبتوها ميتين؟ ما تقلقش بابا انا قربت. على بالي بنتي. شكيتي نسمع كاع في عينها بالك شخبتيني. اسمح لي بابا. اسمح هكذا باش ما تبانش بلي ماشي تاع الصح، فهمت بابا؟ باش ما نقولناش. على بالي نورمال بندرت الحرب هكا. سمعوني يا جيش، دوكا راكم كاع مبليسيين
راكم تبانوا باللي تاع الصح درتوا الحرب، ما انا كي ندخلوا للقصر ما تحرقوناش يا جماعه يرحم والديكم. لازم تخليهم يحسوا باللي درنا حرب تاع الصح وربحنا. راكم تسمعوا فيا. بالنسبه لابريم راني نفيريها لكم كيما وعدتكم. اسمى مولاي نروحوا نكذبوا عليهم ونقولهم باللي ربحنا الحرب. ما فهمتكش انا، انت راك حاب تخلص ولا حاب تموت؟ نحب نخلص مولاي. نكذب باطل؟ ما لا اكذب، اخلص واسكت. حاضر مولاي. وما تقولهمش باللي درت القره بالغرفه باسكو يمرقونا. توا شنو هذه الفليشه داخله منا والدم هنا؟ هذه من بعد تسقمها خصينو يمرقوا بينا. شوفوا يا جماعه، لازم تديروا في بالكم سيشيكمون باللي ربحنا الحرب. واش ربحنا؟ سيشيكمون. انا عمك تحيرني باجي. واش ربحنا؟ الحرب 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 الحرب. تدري وحده؟ الحرب 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 الحرب. اي وحده انا وياك بنتي. الحرب الحرب الحرب. شحال فرحانه بيك. صح مالك من عينك؟ اه نورمال، اكيد تعرفي في الحروب رزان وراك تشوف بيها. بيان سور راني نشوف صباحا. نوري يا ودي، واش دير الفليشه هذيك درنا في السماء ذوك يمرقونا؟ احبط احبط اجري روح للكوزينه دير روحك جيب لي فلون تاع الشيكولا روح خف خف خف. حاضر مولاي. واش نقول لك يا رزان، عمري ما درت حرب كيما هذا. كان نحكي لك المخ تاعك يحبس. كيفاش ولاو يشوفوا فيا هاك ولاو يرتعدوا؟ زعما بعثوا لي ربعه، جاو ربعه زعما يسركليوني. قبضت الاول من شعرون اللوي 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 ضربتو هكذا تقول تيشي بعثوا تربولات. الزوج عطيتو بواحد الدماغ ضربت الزنزله في راسه. الثالث خبطتو ببيانا فوند لنا بالك واحد 3000 متر. الرابع انا جبت السيف درت له غير هكذا ولا مارشاليا من الخلعه. طاح قبل ما يلحق الارض قال لي واحد الكلمه غاضتني، قال لي ما تنساش قول لقمان يسامحنا. غاضني. اوه خساره ما جاش معكم خويا. لا غالب فارس كان مريض من كرشو كان ما يقدرش يجي، ومام لو كان قادر يجي ما نظنش يولي. يا رزان حرب واعره، هذه الحرب هذه لا تكتيك تاعها مبنيه عليا. كل ما كنت انا حاضر في هذا الحرب واحد ما يولي. فرحني، قول لي كيفاش درت لهذاك الدحمانوس. يا اخي الدحمانوس يا اخي هذاك على بالك ما ينجمش يوقف قدام الرجال، باسكو غير وقف بلق عينو عم بالو محسوب يخلعني ولا عطيتو بواحد الكف. يا رزان اكيد تيماجيني 44 في وش 36 خبطتو في كف الدبعه طارت من عينو. ولا هكا يدير يحلل، تعرف شنو يحلل؟ يا عاشور يا عاشور اسمح لي، يا عاشور اسمح لي، رانا جيران يا عاشور اسمح لي. ما حبيش كاع نسمع انا ثاني، كانوا طالعين لي لينار. جبت السيف حطيته له هنا راح نتشخبو. غاضني قال لي ما تنساش قول للقمان يجي يسرق تشينوس الوقت اللي حب. قلت له شوف دحمانوس، هذه الاولى هذه التاليه، لو كانت تزيدوا تخلطوا في عائله عاشور العاشر هي تخلص عليكم معل. قال لي اسمح لي. قلت له اسمح في دار القادوس. وش هذا؟ مولاي مولاي نوري وش كاين؟ جاك مرسول من عند دحمانوس. دحمانوس وقال لك ارجع. ما حيرجعنا واش حيرجعوا؟ ما عندي حتى رجعوا مع دحمانوس. انا رحت شوفوا شوفوا شو حوس. تفضل. عاشور شو هذا؟ خافيش جيت له بسماح. مولاي عاشور العاشر، من الملك دحمانوس الى الملك عاشور، راهو جانا الميساج ديالك. ميساج؟ انا ما بعتش ميساج، انا ما بعتش. بالك الوزير؟ لا انا بعته، بعتله بريه مع باجي. بصح مرمتو فيها على بالك، قلت له غادي يجيك راجلي غادي يعطيك طريحه تاع الكلاب. تعرف مرتك؟ مش تعرف. قلت له مرمدك بهدلته.
بعد التهديرة كاملة كتبتيها تستعرف بيها في الحق تستعرف مولاي اسمح لي الملك دحمانوس أعلن علينا الحرب والجنود تاعو محاصرين المملكة صح شو مشي قلت لي غلبتوهم وعطيتوهم طريحة في لالي هذا الروتور وعلى بالك يقولوا باللي الروتور يجي صعيب على لالي